معلومه عن بيت النبي من اخوك محمد حلمي من داخل بيت النبي. انت تعرف ان المسجد النبوي ده كله من اوله لاخره هو كان مساحه المدينه المنوره زمان، والمدينه المنوره كان اسمها يثرب، وكانت عباره عن قبيلتين الاوس والخزرج، وكان بينهم مشاكل كبيره جدا. ولما النبي عرض عليهم الدعوه فابتدوا يالف بين قلوبهم وابتدوا يجتمعوا على حبه وعلى طاعته. فانت ممكن في اي حته تصلي فيها في المسجد النبوي يكون حبيبك النبي كان ماشي ورجله مشيت في المكان اللي انت رجلك هتلمسه. فصلي الله على محمد صلى الله عليه وسلم، تمنى رؤيته، ربنا يجيبك لحد عنده. محمد طبت الدنيا ببعثته.